شكرا سيادة الرئيس. سادة زملاء، تأمين مصادر الطاقة في مصر قضية أمن قومي تدرستها اللجنة العام في الدورة الماضية والدورة قبل الماضية، وكان الهدف الأساسي من الدراسة هو تعظيم عوائد مصر من الموارد الطبيعية. وأحال السيد رئيس المجلس السادة النواب السيد الوزير ما تقبلش ولا ورقة ولا طلب، أحد مساعديك ياخد الورق. نناقش تقريرا هاما تنتظره الرأي العام، فأرجو التفرغ والجلوس في المقاعد. تفضل اتكلم انت. سادة زملاء، عقدت اللجنة لجنة الصناعة والطاقة اجتماعا موسعا لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة وطلبات المناقشة التي أحلها السيد الموقر رئيس مجلس الشعب. وفي حضور أكثر من 150 عضوا، في حضور السيد الوزير وفي حضور مجموعة متميزة من الصحفيين، كان الحوار البناء الذي شاهده الجميع في شفافية تامة، وضح فيها كل السادة نواب الشعب وجهات نظرهم وأسئلتهم وبياناتهم العاجلة لمعالي السيد الوزير. وكان الحوار يدور حول نقاط هامة جدا أرجو أن نناقشها اليوم. دار الحوار حول مسائل حساسة جدا، كيف يمكن أن نعظم من عوائد مواردنا الطبيعية، الثروة الطبيعية من الغاز الطبيعي ومن البترول. وكان لزاما علينا أن نتحدث عن مجموعة اتفاقيات سبقت في العقود الماضية ونهج جديد للتعامل مع هذه العقود في إطار كل المتغيرات العالمية التي نشهدها جميعا في الارتفاع المتواصل والمتزايد لأسعار النفط التي تبعتها زيادة في أسعار الغاز الطبيعي. والقضية باختصار تعود إلى مجموعة من الاتفاقيات، جزء منها كان في التسعينات وجزء منها كان في بعد سنة 2000، وكانت يحدد فيها أسعار الغاز المرتبط بسعر النفط لمجموعة كبيرة من الدول تصديرا أو استكشافا. اليوم كنا نتحدث معكم على قضية الاستكشافات والاتفاقيات التي عقدتها وزارة البترول مع مستثمرين شركاء أجانب شاركوا الهيئة في عمليات الاستكشاف، وشفنا كيف كانت المفاوضات البناءة الجادة مع هذه الشركات للحصول على أكبر قدر ممكن من المنفعة للشعب المصري. وفي العادة المتتبع من حضراتكم شروط اتفاقيات الغاز الطبيعي أو البترول سوف يجد الفرق الكبير بين الشروط التي عقدت قبل عام 2000 والشروط التي تعقد اليوم. هناك ميزة كبيرة جدا، خصوصا بعد أن أثبتت احتمالات وجود ثروة كبيرة من النفط ومن الغاز الطبيعي في مصر، أصبحت احتمالية وجود كم كبير من الغاز الطبيعي تشجع المستثمر الأجنبي، حيث كانت الفرصة في مصر تعتبر 3 أمثال الفرصة البديلة في دول أخرى. شجع ذلك العديد من المستثمرين في العالم من الشركات العالمية المتخصصة لأن تفكر في الاستثمار في مصر. وهنا كانت الاتفاقيات الكبيرة التي عقدها مجلسكم الموقر وافق عليها مجلسكم الموقر، والتي جزء منها خاص بالتعديل القديم، ثم اتفاقيات كانت خاصة بتصدير الغاز من حصة الشريك الأجنبي أو من حصة الحصة المصرية.
سيادة الرئيس، كان هناك بعض الاتفاقيات التي ربما تدنى فيها السعر، وكان حقا لنواب الشعب أن يتساءلوا عن الأسعار التي تم بها التصدير للخارج، وهل هي أسعار حينما عقدت هذه الاتفاقيات كانت هي تتماشى مع الأسعار العالمية آنذاك، وما هو المطلوب عمله حاليا حتى يمكن أن تكون هناك أسعار مقبولة لا تمثل خسارة على الشعب المصري ولا تمثل خسارة على وزارة البترول. كان هذا هو السؤال الحقيقي التقليدي في عملية تقييم جاد لكل اتفاقيات الإنتاج أو الاستكشاف أو التصدير الغاز، بصرف النظر عن لمن هناك سوق كبيرة للغاز يتحدث فيه سعر الغاز ليس كما يتحدث سعر البترول. البترول له بورصة تحدد فيها أسعاره، أما سعر الغاز تحكمه عوامل أخرى، يحكمه موقع الإنتاج وموقع التصدير، تحكمه حالة الكثافة أو جودة أو فقر نوعية الغاز نفسه، حيث هناك نوعيات كثيرة من أنواع الغاز، غاز يمكن أن يكون فقط للطاقة، وغاز يمكن أن يصنع منه منتجات بتروكيماوية. هناك فرق كبير بين السعرين، أيا كانت الأحوال هناك معادلة لتحديد سعر الغاز بيتفق عليها الوزير مع المستثمر. هناك اتفاقيات تم، هذه الاتفاقيات كانت محور الأسئلة اللي تفضلوا بها النواب الشعب. كم هذه الاتفاقيات؟ أسعار هذه الاتفاقيات؟ ثم شروط هذه الاتفاقيات؟ كل الاتفاقيات التي تمت، أنا أؤكد على أمام حضراتكم أن كل الاتفاقيات التي تعمل بها وزارة البترول اتفاقيات صدرت من مجلسكم الموقر. لكن هناك وما أثرتموه الخاص بقضية التصدير الغاز لإسرائيل، وكما أوضحه السيد الموقر وزير الشؤون القانونية أستاذ الدكتور مفيد شهاب في حديثه أمام حضراتكم، أن ما حدث هو عبارة عن عقد من شركة مصرية إلى شركة أخرى، وطالما أن العقد بين شركتين فلا وجوب لأن تأتي هذا العقد إلى مجلسكم الموقر. هذا هو الفرق بين وجوبية أن تأتي الاتفاقية إلى مجلسكم الموقر، كان لابد أن تأتي إذا كانت هناك اتفاقية، أما نحن كما قيل بصدد عقد وليس اتفاقية. هذا هو الموضوع الذي أشار إليه السيد الوزير. أيا كانت الأوضاع أمامنا لا نريد أن نخوض في هذا الموضوع، ولكن بيت قصير أمامنا جميعا هو كيفية رفع الأسعار أمام المستورد الأجنبي أيا كان إسرائيل أو فرنسا أو أسبانيا أو غيرهم. هذه الاتفاقيات عقدت من 10 سنين أو أكثر أو أقل، كانت لها ظروفها، وبناء عليه عشان نسيب الأعضاء يناقشوا بس خاطر. اليوم بنتحدث عن اتفاقية، بنتحدث عن ظروف جديدة عاوزين نعلي فيها إيه الأسعار. كان القرار الأول هو فتح جميع الاتفاقيات وإعادة تقييمها حتى يمكن زيادة الأسعار، وده حقنا، حق مصر أن تطالب بحقها أمام أي شركة عالمية بتاخد منها، طالما إن إحنا في ظروف متغيرة ودي نظرية عامة، وقبل كده سبقتنا أسبانيا، الجزائر مع أسبانيا وروسيا مع أوكرانيا وغيرهم طالبوا بحقوقهم وعادوا فتح الاتفاقيات. حقك عليا. الموضوع الثاني هو إعادة يعني تقييم العقود كلها بصفة عامة حتى يمكن أن نوائم بين حاجة السوق المحلي وبين ما يمكن أن يصدر وبين ما يمكن أن يبقى للأجيال القادمة وبين ما يمكن أن يعاد إنتاجه لتعظيم القيمة المضافة فيه. سيادة الرئيس، إدارة ثروتنا من المنتجات البترولية أهم جدا في الفترة القادمة، وبذلك تشجيع الاستثمارات في هذا المجال أصبح واجب علينا جميعا. وبناء على سيادة الرئيس، أنا تقرير أمام حضراتكم بيتحدث فيه عن 12 توصية مختلفة تتمثل في فتح الاتفاقيات والتصدير للشعب الفلسطيني ومراجعة كل الاتفاقيات والوصول بها إلى الأسعار العالمية، مع توصيل الغاز إلى كل بيوت مصر أولا بصفة بأولوية أولى وبصفة مطلقة في كل محافظات مصر. وشكرا سيادة الرئيس. شكرا جزيلا.